أخبار اليوم. أنا الآن تحت الاعتقال في مطار تيجل برلين في ألمانيا. أوقفتني سلطات المطار بطلب من الانتربول بطلب من الحكومة المصرية. بناء على مذكرة توقيف مصرية تم القبض على المذيع الإخواني الهارب في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور بمطار برلين، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية أبلغته بأن القضاء هو من سيقرر في مسألة التوقيف، وذلك إثر صدور محكمة جنايات القاهرة حكما بسجنه 15 عاما بعد إدانته بتعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة 25 من يناير عام 2011. النهاردة صدر الحكم في القضية دي حجازي والبلتاجي صفت حجازي محمد بلتاجي حازم فاروق وزميلنا الإعلامي أحمد منصور 15 سنة، كما جاء الإعلامي كذبا في حديثه على الجزيرة بنشر الشائعات والأكاذيب بين الدول وبعضها عسكريا وسياسيا. إسرائيلية نشرت أن وزير خارجية الإمارات التقى مع وزير خارجية إسرائيل في باريس وتعهد له بدفع تكاليف الحرب على غزة حال قيام إسرائيل بإبادة حماس. ما قراءتك للموقف الإماراتي، موقف عربي، وأنت تطالبين العرب بأن يضغطوا على إسرائيل في الوقت الذي تتعهد بعض الحكومات العربية بدفع تكاليف الحرب لإسرائيل؟ نعم، وصلني الصوت الآن. الإمارات العربية المتحدة وعدت إسرائيل بأنها ستدفع كلفة الحرب إذا ما أبادت حماس. أنا لم أرى هذه التقارير وأجد من الصعب أن أعلق على هذا. وتلفيقه بعض القضايا لبعض الإعلاميين بعد الخلاف معهم كما يقولون. في واحد اسمه أحمد منصور، خلاص تاني مذيع كلامي واضح. متهم هو في بلاغ للنائب العام، متهم رقم 6، أنه متهم بقتل الثوار وكان بيجيب أدوات تعذيب من قطر وبيستغل. خلي بالك بقول كلامي واضح هو، والكلام ده حكوه لي واحد محامي زميل، انه في قناة الجزيرة دي كان في واحد اسمه محمود عبد العزيز السهلاوي، واخد بالك، قطري، كان عضو مجلس إدارة قناة الجزيرة. الاخ احمد منصور ده اتجوز اعلامية قاعدة في مصر هنا، حصل خلاف، خلاص الاتنين لفقوا لها قضية وقالوا لها احنا بنقعد مع الرئيس بتاع مرسي والرئيس مرسي معنا 24 ساعة. ما ينفعش يا جماعة. كما جاء على لسانه بأن الإخوان لديهم نظاما خاصا عسكريا مسلحا يمكن أن ينقلب على نظام الحكم في أي وقت. وطبعا عبد الناصر ألغى كل الأحزاب وأبقى الإخوان، لأن الإخوان ما كانوش حزب، أبقاهم لأنهم أيضا كانوا يقفوا إلى جواره، وكان عندهم النظام الخاص، والنظام الخاص كان نظاما مسلحا كان يخشى منه عبد الناصر، وكان النظام الخاص له القدرة على أن يقلب النظام ضد عبد الناصر. داعيا بأن المخابرات تنشئ له حسابات أخرى للهجوم عليه من خلال الفضائيات المصرية حتى وصلت إلى القتل. أما الحسابات التي تنشئها وحدات التضليل الإعلامي في المخابرات المصرية والجهات الأمنية باسمي، ثم تضع عليها مقالات تحرض على القتل والعنف، ثم توحي لأراجوزات الفضائيات المصرية بالهجوم المنظم علي في برامجهم طوال الفترة الماضية، فهي حسابات ومقالات مفبركة لا علاقة لي به. ولم تخلو أفعاله من تزوير بعض الصور والقضايا المفبركة بحرق مواطن مصري من قبل الجيش على حسابه الشخصي. أحمد منصور حاطط صورة، الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم، لمواطن بيحترق، مواطن بيولع، وكاتب ايه بقى على التغريدة؟ كاتب ان هكذا، اسمعوا كلام بدقة، هكذا يفعل السيسي بأبناء مصر. لما بحثنا اكتشفنا ان هذه الصورة صورة تعود لمواطن بالفعل يحترق، لكن في جنوب افريقيا وسنة 98 اثناء الاعتصامات والعنف والاضرابات والمظاهرات اللي كانت موجودة في جنوب افريقيا وتم فضها بالقوة وكذا. كلمة القضاء هي الفاصل الوحيد في هذه القضية. مصطفى سعد، اخبار اليوم.